لماذا لا تريد الرد على سؤالي؟ سؤالي حضرتك انت مين اصلا؟ انا احاورك. احاورني؟ انت لعيب كرة؟ انت ذكي لماح، احاورك واريد ان اسألك. اتفضل يا سيدي اسأل. وانت تسير في شوارع فرنسا، شاهدت رجلا تسقط منه محفظته، كيف ستتصرف؟ هل ستعطيها له ام ستضعها في جيبك وكأن شيئا لم يكن؟ وكيف ستقول بالفرنسية سيدي لقد سقطت منك محفظتك؟ انني اسمعك. لا هو الصراحة يعني لو المحفظة وقعت قدامي يعني هقول للراجل انت عم خد المحفظة بتاعتك يعني، بس هقولها ازاي بالفرنساوي؟ دي بقى دي مشكلة. Monsieur, vous avez laissé tomber votre portefeuille. Monsieur, vous avez laissé tomber votre portefeuille. سيدي، حضرتك أوقعت أو أسقطت محفظتك. Laissé tomber. Monsieur, vous avez laissé tomber votre portefeuille. أشكرك شكرا جزيلا على إجابتك، وأتمنى لك حظا موفقا وأنت تسير في شوارع فرنسا. أنت أيها المشاهد اضغط لايك على هذا الفيديو، هيا إنني أنتظر اللايك الجميل.